بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم على بعض الفاكشن اللي بتفيدني في عمل الاثبات. دلوقتي انا ممكن يكون عندي تكست، تمام، مثلا 22، ماشي. لما اجي اجمعه ما رضاش يتجمع. ليه؟ لان هو متعرف على ان هو تكست. على سبيل المثال، هقول له ست كيو ايه بتساوي بين قوسين 22. هو فاهم كده؟ ايه فاهم؟ ان 22 ده مش رقم، ده عنوان، ده رقم فلان بتاعت ابو تريكة. ده المهم ان هو ما ينفعش الجمع ولا الطرح. ده واحد مثلا بيقول انا عندي 22 اخ، او عندي 22 عربية، يعني ايا كان، بس ما ينفعش ايه نعتبر رقم. طيب انا هقول له هنا اجمع لي الايه مع 3. هيقول لي ما ينفعش، ال22 ليست رقم، ال22 ده تكست. طيب اعمل ايه بقى عشان احولها؟ هقول له زائد، اهو هقول له بقى ال22 دي ATOF ايه، يعني حولها لي رقم حقيقي 3، جمعهم. اقول له بقى بدل ال ATOF دي ATOI، انتجر، تمام، بص جمعهم هنا، حولهم لي لرقم حقيقي، فبقى في كسور. هنا حولوا لي رقم طبيعي، حاجة ممكن تتواجد في الطبيعة، مفيش حد ممكن يقول ايه انا قابلت شفت عصفورين ونص، عصفورين وربع، لا لازم يكون عدد طبيعي، يعني ما فيهوش كسور. طيب لو انا عندي رقم وعايز احوله لنص، يبقى استخدم، يعني مثلا وليكن مثلا عندي ست كيو البي بتساوي 22، تمام، ده رقم ينفع الجمع والطرح زي ما احنا عايزين. عايز احولها بقى لتكست، عندي متغير اسمه RTOS، RTOS string، تمام، بي كده، هو حول البي بين علامتين، يبقى ده التكست ده. طيب لو انا عايز اعرف نوع المتغير، عايز اتاكد ان المتغير ده نصي ولا مش نصي، اقول له طيب ايه ده string. طيب بي ده انتجر، فكده انا بعرف نوع المتغير عشان ابدا اتعامل معاه. طيب لو انا عايز اكتب كلمه، يعني مثلا عايز ادي معلومه للي هيشغل للازم، يطلع له رساله كده يقول له خلي بالك ما تلغيش حاجه من غير ما تاخد بالك، في امر اسمه برينك. وبعد كده هقول له بقى بناء على التنصيص كده هاي مثلا، تمام، فهو اول ما يبدا يجيله كلمه هاي ينبهه مثلا لحاجة معينة. طيب لو انا عايز اقول له، هاخد ديت برضو كده، اجي هنا اقول له اي اكس مان، ماشي، اشوف هتيجي تطلع ازاي، هدوس انتر، بيقول لي انا ما عنديش حاجه اسمها ان ده يبقى لوحده وده لوحده، لازم كل الاثنين مع بعض. فايه هشرب الكلمه دي تبقى هاي اكس مان، تمام. طيب لو عايز اطلع تحذير اليرت، هاجي هنا بس كده واقول له اليرت، هو يفهم ان فينا تحذير اليرت. وطبعا دي حاجه نص، فهحط بين قوسين كده واقول له ستوب ستوب، جاب لي رساله تحذير، تمام. طيب عايز دلوقتي لما وانا بشغل لزم يفتح، يتحول من الموديل للاي اوت، يتحول من الموديل للاي اوت، هعمل ايه؟ اكتب كومنت، يعني اقول له انا هديك دلوقتي امر من الاوامر اللي انا بكتبها في الاوتوكاد،
كوماند. في بارامتر بتحكم اذا كان الموديل ولا لاي اوت هو اللي مفتوح، اسمه ايه؟ تايل مود. تايل مود، تمام. طيب لو انا عايز التايل مود يبقى هو اللاي اوت بديله بزيرو، تمام. ادوس انتر، عمل ايه؟ اتحول لللاي اوت. طب عايزه يرجع للموديل يبقى هديله امر كوماند واقول له خليه بواحد، بس انتر، رجع تاني للموديل. ده انا استخدمته فعلا في الليز حقيقي، كنت كان اسمه اي ان، كنت اول ما اقول له اي ان يروح عامل بيرج ويروح يعمل اوديت ويروح عامل يتحول من الموديل للاي اوت ويعمل باينت. يعني كنت بديله بعض الاوامر مجرد ان اكتب اختصار اي ان ده، يروح مظبط اللوحه بحيث جاهزه على انها تتبعت، تمام. طيب خلينا نشوف مثلا لو انا عايز اقول له مسافة بين نقطتين، عايز اعرف المسافة بين نقطتين. خلينا نروح كده للفولدر اللي هو بتاع الاوتوليسب ده، واقول له اعمل لي ليسب جديد وليكن مثلا اسميه دي اي دوت ال اس بي، تمام. طيب الليسب الظريف ده بقى يعمل لي ايه؟ اول حاجة اكتب الكلام اللي احنا متعودين عليه، الكلام الكبير دوت، هقول له ديفاين يعني عرف لي دالة سي نقطتين هسميها دي اي اس اس. ليه اللي انا حطيت اس كمان؟ لان ممكن يكون الامر ده موجود في الاوتوكاد فما نعرفش بقى نرجع له، تمام. هحط هنا القوسين دول وبعد كده هقول له انا محتاج نقطتين، فهقول له عرف لي دي اي عرف لي ست كيو ايه ان دي جيت بوينت. يعني ايه ديت؟ هيطلب من المستخدم ان هو يحدد نقطة، تمام. طيب البي برضو تحديد نقطة، عايز بقى اقول له بعد كده ديستنس، هات لي المسافة بين ده وده. ديستنس بين ايه وبي، تمام. طيب تعال نشوف الليسب الجميل دوت. الليسب ده كان دي اي اس اس، اجي هنا اقول له دي اي اس اس، هيقول لي في ليسب بيقول حدد لي اول نقطة، خد النقطة ديت، حدد لي تاني نقطة اهيت، اداني المسافة اللي بينهم 2626، تمام. فده الليسب هيفيدني لو انا عايز اعرف المسافة بين نقطتين. طيب لو انا عايز المستخدم يدخل رقم، تمام، هاجي هنا اقول له جيت انتجر، بدل ما كنا بنقول جيت بوينت اقول له جيت انتجر. هقول له حطه لي بقى في بارامتر مثلا اسمه ايه، تمام. اقول له جيت انتجر إيه، خلينا نخليها مثلا سي مثلا، تمام. فبيقول لي اكتب رقم، طب اكتب له 22، تمام، قبلها. طيب خلينا ناخد الكود دوت واقول له ايه، اشغله تاني، تمام. هديله سترينج، هديله كلام، رفض، بيقول لازم انتجر. طيب هديله 22.5، رفض، لازم انتجر، لازم اديله رقم، تمام، مفهوش كسور. طيب لو انا عايز احط الكلام ده في متغير، يعني ايه؟ يعني الرقم اللي هيديهولي هيتحط في متغير، هعمل ايه بقى؟ هقول له set كيو، يعني اعمل لي متغير set كيو سميه اكس. الاكس ده هو عبارة عن get integer يبقى كده يعمل ايه؟ هياخد الـ الرقم دوت ويحطه في متغير اسمه اكس، تمام. خلينا نجرب، قال لي دخل لي قيمة المتغير اللي اسمه اكس،
هديله مثلا 55، تمام؟ ففي اي وقت بعد كده اقول له اكس، هيقول لي خلاص اكس عندي 55. فكده بقيت اتعامل مع بقيت اطلب معلومه من المستخدم، تمام؟ الاول كانت معلومات تبقى جاهزه، لا هنا بقيت اتعامل معاه. يعني اقول له مثلا انت عايز الحاجه دي تتكرر كم مره، فيقول لي بس 55، فاقول له خلاص انا هكررها لك، تمام؟ ممكن يكون مثلا عندي مسار متعرج، فانا عايز اقول له انت عايز تكرر الشجره دي كم مره، 55، طب هكررها 55 مره.